السلام عليكم، عمر الوهابي، طالب جامعة عبد الملك السعدي، فاكولتي دي سيونس اي تكنيك طونجي. الوغ انا متواجد اليوم في هذا الحدث اللي هو كيعتبر حدث دراسي بمناسبة اليوم العالمي للماء. شاركنا في واحد الهاكاثون، واحد الكومبيتيسيون اللي هي انترناسيونال، كان عدلوا فيها دي بروجي دي زيدي اللي هما كيحلوا واحد المشكل كبير، واحد بروبليماتيك اللي عندها علاقة بالماء. كنحاولوا حنايا نتواجدوا هنايا باش نقدموا الدعم للمغرب ديالنا، التراث ديالنا، وجميع يتم التكريم ديالنا اليوم من طرف المنظمين لهذا الحدث هذا. شكرا لجميع الرؤساء ورئيس ديالنا جامعة عبد الملك السعدي والعائل العامل القائم على إقليم العرائش، وشكرا لجميع المنظمين.